ماك دو ويكاند. عسلامتكم، صباح النور وصباح الخير ومرحبا بكم انتم اللي اخترتوا باش تسمعوا لو ماك دو ويكاند. ان شاء الله نهار احد يتعدى مبروك عليكم، مولدكم مبروك للناس الكل، دونك صحه ان شاء الله بالشفي العصيده نتاعكم، دونك كل عام وانتم حيين بالف خير يا ربي. نسلم على توت ليكيب اللي مرافقتني ونقول لهم عيدكم مبروك. دونك نحب نشكر جيهان في الاعداد، عاطف في الاخراج، ايهاب اللي امن لنا الصوره، دونك توت ليكيب. نقول زاده صباح الخير سونيا الكوتش نتاعنا. بونجور سونيا، شحويلك لا ربي خليك. صباح الخير دكتور محفوظ، وحشناك، شحويلك. عايش ماشي بخير، صحيح انا مولدكم مبروك وعندكم خير. ايش عايشك دكتور بربي هكا اون باسون؟ قداش واحد ما ينجم دو بريفيرونس ما يفوتش قداش من عصيده اليوم والبي عصيده جمله واحده ولا قداش من صح قداش من صح في عصيده وحيده في النهار؟ بالحق وحيده في النهار، صغيرونا واحده في النهار. العصيده يفوق مش زقوق، المشكل الزاديتيف معناتها السكر والكريمه والفريسيك اكسيتيرا، دونك هذوك هما اللي يقلقوا شويه. عصيده في الصحفه، عصيده صغيره معناتها هكا تعطينا دول انرجي، تعطينا شويه طاقه باش نعديو به النهار مزيان. هو بيكس حسيتك عملت لنا صوم، انا حسيت حسيتك عملت لنا نعرف السيستم نتاعك. دونك فوالا بصحه وبالشفاء للناس اللي تسمع فينا الكل. دونك نحكيو في برشا مواضيع دونك كالعاده في الماك دي كاند. فرحانه برشا اللي لانفيتي نتاعنا اليوم باش يكون الفنان القدير اكرام عزوز. بعد شويه باش نحكيو على ان ديفيلي دو مود تري امبورطون باش يصير في تونس، دابيتود يصير في برشا بلدان في العالم، وسنه باش يصير في تونس مع ليكول دو مود اس مود، نحكيو عليها بعد شويه. بعد شويه معاك انت دكتور باش نحكيو على لي ريجيم. هل فما فرق بين لي ريجيم الخاصين للرجال والفما دي ريجيم خاصين للنساء، ولا نجمو نعملو نفس الريجيم؟ نشوفو هذا كل بعد شويه معاك انت دكتور ومعاك انت سونيا. اليوم باش نحضروا روحنا ان انترتيان. كي باش نمشيو ان انترتيان دومبوش لازمنا نحضروا كيفاش لازمنا نمشيو، دونك هذا الكل بعد شويه معاك انت. دونك المواضيع هذوما الكل في الماك دي كان فاصل ونرجعو لكم. مع خولة الخلصي على EFM أحلى راديو. صباح النور ومرحبا، هذا لو ماك دي ويكاند. دونك الناس اللي تسمع فينا انتم كان تحبوا تحضروا روحكم، عندكم ان شاء الله يا ربي ان انترتيان، وان شاء الله من بين نعرفش قداش من عبد ياخذوك انت. دونك اسمعونا توا. اسهل الدنيا كوتش سونيا حمدي. دونك نعرفوا اللي اول مرحله صعيبه هكا باش واحد من المرحله اللي يكون ايتوديون يتعدى لا في بروفيسيونيل، من اصعب المراحل في حياته هو كيفاش تعدي ان انترتيان. العباد كل تعرف قداش الستريس، كيفاش تحضر السي في، كيفاش تمشي، كيفاش تقعد، كيفاش تتكلم، كيفاش تجاوب، شنو الحاجات اللي تحكي فيهم، شنو الحاجات اللي ما تحكيش فيهم، هذا الكل صعيب. دونك لي جون الصغار اللي مازالوا اول مره اول تجربه، اما حتى زاده بعد في مراحل متقدمه زاده ديما لي تيان جينيرالمون يخافوا، اما كو تبدا فريمون عندك اكسبيريونس كبيره ياسر نعرفوني اسكو واحد ينجم يخاف، اسكو التحضير هو بيدو الا يتبدل. دونك فوالا للناس اللي تسمع فينا كو سوسوا اول انترتيان هذا ليكم، بتحبوا تبدلوا الخدمه، تحبوا بتتخ تبدلوا من البلاد زاده على خاطر زاده جو بونس لي روبير يتبدلوا، لي ريفيرونس زاده يتبدلوا، دونك شنو لازمنا نعرف؟ تري بيان ميرسي خوله. هو موضوع مهم كيما قلت، نحاولوا نخصوا به الديبيوتان اللي اول اكسبيريونس كان ايتوديون باش يدخل فاكس على خدمه، ولا حد عنده تجربه، ولا حد يحب يخرج لبرا. التحضير هو لازم لكل شخص حتى وكان عندك تجربه. باه توا قبل ما نبدا نحضر ساعه باش نسال روحي شنو هو يفركس لو ريكروتور، السيد اللي باش نتبني معاه في المؤسسه نتاعو على شنو يفركس. ديجا كي خلطت السي في نتاعك معناها نورمالمون سور لو بلان تكنيك على المستوى التقني سافا، انا قابلك دونك السي في نتاعك هامني. تو نحب نشوفك انت كشخص بجست نغفو شويه على السي في، خاطر حتى السي في مهم زاده، فما سي في من سي في فما اي وفي تونس عندنا مشكله نتاع تحضير سي في، دونك برشا عبيد يعني لي سي في يبدو اي ناقصين برشا. صحيح احنا اليوم باش نحكي وتو نحكي بغيابمو باسكو سالتني على سي في، اما راهو نجمو نطرقوا له في حلقه كبيره. اما هكا شو لازم يكون فما سي في، نحط تصويرتي باش عبيت تقول نحط تصويرتي ما نحطش تصويرتي فوالا. دونك فما دي زيليمون يتحطوا، فما حاجات ما يتحطوش. شنو اللي يتحط في سي في؟ الوغ اللي يتحط ساعه قبل ما يلزمش يكون في اخطاء. اول حاجه ساعه
قبل ما خمم في التصويره وفي الطول نتاعو ما يلزمش ثما غلطات. ثم تنجم تكون سهو على معناها نقطه على فاصل مش مشكله، اما كي تكون غلطه راهو ديجا هو مش يشوفك، هو يرى فيك من السيفي نتاعك، دونك ينجم اول غلطه يحطوا عجنب. كيما نجم يوسع باله يقول مش مشكله خلينا نمشي اللي من بعد، يلقى غلطتين ثلاثه يقول لك زيد. معناها اذا كان الشخص هذا باش يجيني ما خذاش الوقت باش يقراه ويصلح، انا من بعد كلش نعمل معاك نخدم انا وياه. ثاني حاجه ما يلزمش يكون طويل برشا. حتى وكان عندك تجربه نتاع 20 سنه، اي ما كان عند خدمت برشا وعندي تجربه 20 سنه باش نحي تجارب، ما تنحيهمش تحطهم الكل، اما بطريقه نقول انا معناها نقاط، معناها نحط الاكسبيريونس نحط نقاط وانا من بعد في الانتروتيان باش نديفلوبي شنو باش نقول. باغ كونتخ النقاط لازم يكونوا يجلبوا الشخص اللي باش يقراهم. دونك سي في فيه صفحتين سافا. اما اذا كانك انت مازلت ما كي خرجت من المكتب من الفاونيفرسيتي وعامل سيفي تاع ورقات يستحيل باش تقرا، فما برشا دي ستوديون اللي يحطوا لا في زاد سوسيال نتاع شنو عملوا كوم في لي اسوسياسيون، دونك هذيك زاد برشا عباد يعبيوها. اسكو هذيك حاجه باهيه ولا اكيد حاجه باهيه على خاطرك انت ما عندكش تجربه، انت عندك دبلوم، مي انت مع وقت تقرا حاولت تطور في طاقاتك وفي مهاراتك وخدمت كوسوسوا خدم في الصيف تحطهم هذوك مهمين ياسر ما نحقروهمش، يوريوك العبد هذاك دي بغوية. يحب كيفاش يتأقلم في في الحياة. إذا كان أنت في المؤافل في الونيفرسيتي كنت عندك une vie associative très riche و tu as occupé des postes trésorier في مؤافل في الكلوب نتاعك ولا في الإيفينمونسيال تحطهم، هذاك يأكد الشخص هذايا إلى ديفلوبي دي كومبيتانس واللي هو وقت اللي هو يقرأ. أما بتاتر من بعد كي تولي عندك une vie professionnelle chargée ممكن تولي تخفف فيهم تنقص فيهم. Exactement. دونك إذا كانك ديبيوتون حط لي ستاج حطهم en valeur، حط شنو عملت وأنت قاعد تقرأ كل ما هو أسوسياتيف ومش لازم يكون طويل، وريقة سي لارجمون سوفيزان. إكسبيريانس عندك برا صفحتين ثلاثة إذا كان فريمون أنت عندك ما تقول. دونك هذوما لي غراند لين اللي نجم نحطوهم في السيفي. التصويرة اختيارية. إي تصويرة إي. فما شكون يقول لك حطها على خاطر إذا كان عندك وجه معناها هكا مشرق مش محكاية زين راهو وجه أكويون، حطها مثال خاطر سا بو أتيري لو ريكروتور. تعاون. ما تحطش تصويرة كيف كيف لازم تكون بروفيسيونيل زادا مش تصويرة في قاعة أفراح ولا في في البحر ماذا بينا سي با بروفيسيونيل. و سا ديبون جو بونس من الخدمة، فما خدمة اللي تعرف اللي أنت باش تخدم يعني بال 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 بالصورة متاعك يمكن تحط وتبدا زايد يعني جو بونس اختيار اختيار ماهيش حاجه اوبليغاتوار. المهم فماش غلطات وما يكونش طويل ونحط فيه الحاجات اللي يجلبوا اللي هما عندهم علاقه بالبوست اللي انا ندخل دونك السي في نتاعنا باهي ومريقل وسي وصل تقبل قبلو تقبلنا. دونك باش يعيط لي الشخص اللي باش يحب يتدبني معاه في المؤسسه على شنو يفركس على حاجتين كي باش يشوفني. اول حاجه ساعه يحب يشوف هل انا التركيبة متاعي والتفكير والكوميونيكاسيون متاعي والحضور متاعي يتأقلم مع ثقافة المؤسسة لا كولتور دو لانتربريز، اسكو نجم نتأقلم في الإطار هذايا. وهذايا مهم ياسر على خاطر ريكروتمون انتداب راهو يتكلف برشا فلوس، دونك يلزمني نختار الشخص اللي يتأقلم مع المؤسسة متاعي قبل ما نمشي لي كومبيتونس على خاطر كي ندخل وخدم ومن بعد خرج ثم برشا فلوس خسرتهم، خسرت الوقت نتاع الانتداب، خسرت لي زونتروتيان وكل فتره نتاع الانديماج نتاعو. دونك اول حاجه اشكو الشخص يتاقلم مع المؤسسه نتاعي مع الكولتور دو لونتربريز ولا لا. وثاني حاجه اللي هو يحب يشوفها شنو الفالور اجوتي، علاش خوله مش حد اخر، شنو باش تضيف لي انت سورتانمون سور لو بلان تكنيك على المستوى التقني، اما شنو باش تضيف لي في التفكير نتاعك، شنو باش تضيف لي باش تطلع لي شيف دافير نتاعي خاطر مهم، شنو باش تضيف لي من الحاجات اللي انت تنجم تنمي بهم معايا وتشارك في المؤسسه نتاعي وتساهم في تنميه المؤسسه. دونك يفركس عليك تتاقلم ولا لا مع الكولتور دو لونتربريز ثقافه المؤسسه وشنو هي الاضافه نتاعك. توا نمشيو للتحضير قبل لونتروتيان، فما ثلاثة تحذيرات باش نعملوها. أول تحذير ساعة المؤسسة اللي باش نمشي لها وين اخترتها ونحب نخدم فيها ولقيت البوست اللي حاجتي بيه شكوني؟ اش معناها شكوني؟ كان عندها حكاية ديستوار دو ديفلوبمون تاعها ماذا بيا نعرفها، كانت مؤسسة صغيرة ومن بعد كبرت ماذا بيا نعرف شنو ما اللي صار في الوقت هذاك، الشيف دافير نتاعها إذا كانها في تونس وإلا عندها معناها عندها دوتر واحد بوان في بلايص أخرين في بلدان أخرين، يلزمني نعرف حكاية المؤسسة هذيك الكل خاطر نجم يسألني وحتى وكان ما سألنيش كي نمشي وأنا مرتاحة نعرف روحي وين ماشي. ثاني حاجة البوست اللي باش نمشي له شنو لازمني نعرف بالضبط شنو مطلوب مني وين على شنو ماشي باش نجم كي نتسأل ما نكونش خارج على الموضوع خاطر ما في التجربة متاعي ثم شكون جاي في مخه البوست حاجة والواقع هو حاجة أخرى. دوك نستفسر البوست اللي ماشي له شنو واسكو أنا فريمون نحب نمشي له ولا لا.
وثالث حاجة اللي وليت في الانتوكا في الموجودة برشا اليوم لو ركروتور السيد اللي باش يعمل معايا المحاورة هذه للانتداب شكونه؟ علاش الناس نسالي في انستغرام وفيسبوك حل علي الكتاب حل علي الكتاب مش الكتاب علاش ما يسالش اولا الساعه باش نحي لي ستريس ديجا الوجه نتاع الشخص باش نشوفه وهوني سا ديمينو لو ستريس احنا نخافوا ديما من حد ما نعرفوهش ثاني حاجه باش نتوا عندنا لينكدين وعندنا لي ريزو سوسيو سورتو لينكدين خلينا نشوف الشخص هذا ناشط كي يتكلم شنو يقول يعطيني فكره على الشخص باش نحضر روحي نفسانيا باش نتقابل مع الشخص هذا دونك هالتحضير هذا الكل يعطيني اكثر ثقه في روحي كي ندخل لانتروتيان نبدا وانا عندي لي زاتو باش نجم نعمل لانتروتيان تاعي دونك هذا يهم انسان اكسبيريمونتي ولا ديبيتون ولا حتى باش يمشي للبرا نستفسر شكون لانتروتيان مع شكون او لانتروتيان اسكو هو مع المسؤول الاول مع الموارد البشريه باش انا نحضر لانتروتيان تاعي سلون الشخص اللي انا باش نقابله واضح باهي الثاني ثم التحذير النفسي بيان سور ثم حاجات هذوكم ما نحكيو مش فيهم اللي انا نمشي في الوقت وتكون التونيو نتاعي تكون تونيو نظيفه مش لازم تكون حاجه تكون نظيفه معناها لائقه للمؤسسه اللي انا باش نظيفه محدة بالضبط وانا مرتاح فيها سورتو تري كونفورتابل ما نمشيش بحاجه وانا خاطر لونتروتيان لازم يكون مرتاح وهو باش يحس بيك مرتاح ولا غير مرتاح دونك ما ديش التراك نتاعي نزيدو لبسه اللي انا مش مرتاح فيها وانا نحضر في لونتروتيان نتاعي عندي لونتروتيان قداش باش يقعد 30 دقيقه اذا كنت ديبيوتون 45 60 دقيقه كيفاش باش نعطي اون بون امبريسيون نعطي فكره باهيه للساعه هذيك ونخلي المؤجر الفوتور امبلويور اللي باش ياجرني من بعد يقول هذا هو اللي حاجتي به اول حاجه السي في نتاعي اذا كان طويل كيما قلت باش نختار لي 3 كومبيتانس ثلاثه مؤهلات زود ولا ثلاثه مش مشكله انت واش تحب اللي انت تحب تحطهم اون فالور اللي عندهم علاقه بالبوست اللي انت ماشي دونك اشاك فوا وانا باش نحكي باش نحضرهم ونشوف العلاقه نتاعهم بالبوست ثالث حاجه باش نحضر زوز ولا ثلاثه حاجات انا فرحان بهم سكون ابل دي رياليزاسيون انا عملتهم فك المؤسسه اذا كان عندي اكسبيريونس واذا كان ما عنديش نرجع لافي اسوسياتيف ش عملت اسكو تم دي زيفينمون شاركت فيهم اسكو نجمت نجيب دي سوبفونسيون للكلوب نتاعي اسكو انا كانت عندي تريزوري وعرفت كيفاش نجريها في اوقات صعبه هذه الكل نحط خاطرنا باش نستعملوكم دي زارغومون اذا كان اوسي الرياليزاسيون نحطهم شيفري اذا كان انا كوميرسيال وعملت دي شيفر نحطهم نحضرهم خاطر كيف باش يسالني نلقى مانكو توا نمشيو حضرت هذوما الكلهم توا باش نمشيو للانتروتيان اول حاجه ثم خمسه اسئله يتسالوا اللي احنا باش نحاولوا نجاوبوا عليهم واذا كان نجحنا فيهم جينيرالمون نجمو نتعداو للمرحله اللي من بعد طيب بيان ركزوا في الخمسه اسئله نشوفوا كان ايا دكتور نشوفوا كان انا عندي لونتروتيان تستير احنا اول سؤال قدم روحك وهوني صعيبه هو يظهر سؤال سهل اما جو بونس من اصعب الاسئله من اصعب قدم روحك هذاك علاش قدم روحك نحضروا في الدار اي وكان لازم نقدم روحي شنو باش نقول اسمي ولا قد يعرفوا قدموا اي مثالش كي تقول وانت عنده اون فالور اوت هو يعرف السي في نتاعك قراها ما يحب يسمعك اي دونك شنو تقول دون سو كا الوغ نقدم روحي ساعه قبل نحب نقول ماذا بيا اللي عندهم لو تراك وماهمش مستنسين يحفظوه مثالش في الدار احفظوا انا كي سالني قدم روحك باش نقدم روحي ونختار التقديم اللي يتناسب معايا اللي انا مرتاحه فيه وباش نحترمو فيه شويه قواعد نقدم روحي اذا كان اسمه لقب نتاعي بالطبيعه لعمر مثالش حتى كان تحب تقولوا ثم عبيد يحبوا يقدموا حياتهم الشخصيه تنجم تقول مثلا راني انا متزوجه عندي زوج اطفال ولو انه برشا عباد ما يحبذوش اما ديما نقول خليك تكون مرتاح يلزم التقديم تاعك عنده علاقه بالشخصيه ولا جوستمون التقديم تاعك اسكو باش يكون بروفيسيونيل باش يكون بيرسونيل اكيد بروفيسيونيل دونك اذا كانك ديبيوتون باش تقول راني انا فلان الفلاني خريج الجامعه الفلانيه عندي تجربه في الـ في الـ في سور لو دومين اسوسياتيف واليوم ريت البوست نتاعكم هبط انا اليوم اونوري باش نقسم معاك الحوار هذا على خاطر جو سوي انتريسي بار لونتربريز نتاعك سامبل ما في حد شيء واللي عنده تجربه باش يقول راني انا كيف كيف من توم المؤسسات اللي انا كنت نحب ندخل لهم لقيت البوست دونك سا مانتيريس ماذا بيا نتحاوروا فاش نخلطوا معناها بور افونسي سور ان ريكروتمون من بعد بيان سور باش يقول لك قدم روحك واحكي على التجربه نتاعك كانك تجربه عندك تجربه ماذا بيك تحكي الحكايه خاطر احنا نحبوا نسمعوا الحكايه
نبدا ديما باخر تجربه عملتها. دونك عندي ديبلوم اخر تجربه نبيت بها، بعد مشيت للمؤسسه اللي بعد لهغاديكا، مشيت للشركه اللي من بعدها، حتى لين دخلت الشركه اللي انا فيها اليوم. يعني نبدا باول تجربه وين هبت ولا من اخر تجربه؟ يعني كيما في السي في، في السي في نحطوا اول ما بديت عملت، اول ما بديت، دونك من اللي بديت للتو اليوم اوردر كرونولوجيك. ومن بعد باش يسالك هو باش يقول لك علاش خرجت من مؤسسه لمؤسسه. وهني سؤال هذا يزمن تحضر لا ريبونس. برشا عباد جوستومون في السي في منعرفش قبل تختوى تبدلت، يقول لك مش باهي التبديل برشا، فما دي ريكروتور يخافوا، يقول لك هذايا ما يقعدش ياسر فرد بلاصه. دونك فما عباد اسكو جينيرالمون انت شو تقول، نبدلوا ولا مينيموم نقعدوا في البوست قداش نقعدوا في الخدمه؟ خاطر برشا عباد يخافوا كي يشوفوا عبد يتبدل برشا. وقتاش نخاف؟ اذا كانوا ان ديبيتون مازال كيبدا ويعمل عام ويخرج، عامين ويخرج، وقتها انا الشخص هذايا مازال مش فاهم روحه. الشخص مازال يفركس على روحه وحقه يفركس على روحه. اما انا ما نطمئنش كمشغل على خاطر نحب حد يسو بروجيت معايا، يحب يكمل معايا المشوار. باغ كونتر كي نكبروا في الاكسبيريونس نتاعنا والتطويل، سي نورمال باش نبدلوا، على خاطر نخرجوا ما كل 3 سنين نعمل بيلان تاعي، نجم نمشي لحاجه اخرى كيما نجم نقعد. المهم سي كو انت تو ايفولو في المؤسسه، تطور في المؤسسه. كان قعد 4-5 سنين نفس البوست، ثم مشكل زاد. دونك اذا كان ديبيتون بيان سور التغيير برشا يقلق، ماذا بيك تشد روحك اكثر، تفهم روحك اكثر، وما تمشيش لاي بوست خاطر لقيتو. وقد ما ناخذوا التجربه قد ما يكون تولي حاجه عاديه باش نتنقل. ا مومون دوني تو في التور، دونك تحاول تبدل حاجه اخرى. توت افي. اهم حاجه علاش خرجت؟ دونك علاش خرجت؟ ماذا بينا نقولوا الحقيقه، من ماسكيوهاش الحقيقه، ما ماسكيوهاش خاطر يطلبوا بعضهم ويسالوا بعضهم وفهم مع بعض لو كونترول دو ريفيرنس، يعرفوا بعضهم كونترول دو ريفيرنس. دونك مي ساعه الحقيقه، قول الحقيقه. مي ساعه ساعه يقول لك علاش خرجت، ما تفهمتش انا والمؤجر نتاعي. هذه عمري ما نجم نقولها، خاطر انت كي تقول ما تفهمتش تنجم تقول الحكايه حاجه اخرى، تنجم تقول خلطنا في وقت من الاوقات، وجهات النظر ما همش معناها ما عنديش نفس وجهة النظر. نحترم النظرة نتاع المؤسسة نتاعي، انا عندي نظرة اخرى للكارير نتاعي، هذيك علاش خرجت. دونك نقول الحقيقة، ما تكونش كل الحقيقة كل بغوتك اللي خاطر كي تقول له ما تفهمش انا، يقول لك هذايا انسان ابارامون يعمل مشاكل. بالضبط. السؤال الاخر اللي نجمو نسالوه بيان سور، انت كي ندخل ناخذك انت، علاش انت مش غيرك؟ شنو هي الاضافه اللي تاعك؟ اي قد ما هو كلاسيك، قد ما راهو صعيب كي باش نجاوب عليه. هو كيسال ديما يتسال اي علاش انت مش غيرك. هو كيسالك السؤال هذا مش يستنى منك راهو اجابه تقنيه، يسال منك مؤهلات فكريه، دي كومبيتونس انتيليكتويل، دادابتاسيون تاقلم نتاعك، مرونه في التفكير، الكرياتيفيتي، هذوما الكل يحبك تجاوبوا عليهم اتشلو راسور اللي هما عندك. دونك هو يسال هوني على التفكير نتاعك اكثر من التقنيات اللي عندك، خاطر هو نورمالمون متاكد منهم التقنيات هذوك. السؤال اللي من بعد باش يقول لك الراتب قداش تحب تخلص. وهذا سؤال محرج جينيرالمون، تعرفش روحك وين تحط روحك ما تعرفش، ولا والا ساعات تحط روحك اكثر من يلزم والا انا ما نحبش نقول بيج، خاطر كان حضرته لي ما عادش بيج. اما هو سؤال كلاسيكي احنا درنا بيج، خاطرنا مش متاهلين، مش محضرين باش نجاوبوا عليه. دونك نورمالمون تعطي السالير، تعطي لو شيفر اللي تحب عليه، هما فما ولا تقول له انت ولا كيفاش تعمل برشا اجوبه. بالضبط. اذا كان انا ديبيوتون ما نجمش نشرط نقول له نحب الراتب هذاك، انا ما عنديش تجربه. دونك انا جاي باش نقول له انت عندك لغري دو سالير نتاعك، حطني فيها. داكورد. انا المهم عندي ندخل مؤسسه هذه، هو باش يعطيك حقك اللي تستحقه. عندك انت تجربه في الحياه وتحبك التجربه هذيك عندها القيمه نتاعها. دون سو كا باش نقول له كيف عندك الغري نتاعك، نجم تحطني في الغري. كان هو يزيد اي سالك يقول لك لي اعطيني مثالش انت قداش كنت تخرج جينيرالمون. أيوة. اخر ما بالضبط. انا فما سؤال، فما عباد يسالوك على الفيش دو بي نتاعك الاخر، تنجم يعني من حقهم انهم يطلبوا منك الفيش دو بي نتاعك القديمه في خدمتك القديمه؟ هاو باش نجاوبك عندك وتنقول لك علاش دابور يجي فما علاش خاطر تنجم انت تعطي سوم ومن بعد يقول لك باهي جيب لي فيش دو بي نتاعك. كيفاش نعمل وقت؟ هو الوغ ساعه قبل وقت اللي يقول لي هو قداش تحب شهريه وانا عندي اكسبيريونس ونحب راتب معين، نجم نعطيه الشهريه نتاعي اخر راتب خذيته ونقول راني نحب عليه اون ماجوراسيون اوغمونتاسيون 20 10 30 انت واش تحب، ما يكون كون كمان منطقي وواقعي. دونك شعملت عطيته اخر سالير وقداش نحب نخلص، ومن بعد يحطه هو في الجري على خاطر جينيرالمون ديما نحكيو باكيج كامل. نجي لحكايه الفيش دو بي. الفيش دو بي هو علاش نطلبوها في بعض الحالات؟ كيف يقول لي يطلب ان سالير اللي هو يظهر لي انا مقارنه بسوق الشغل سالير معناها راتب عالي، وقت نحب نتاكد
مش قل الثقة أما أنا بيدي خاطر عندي أون غري ماذا بيا كي نعرف ممكن نحب نعمل مجهود باش نخرج من الغري نتاعي خاطر الكومبيتونس تهمني دونك اسكو عندي حق ولا ما عنديش ينجم يجيب الفيش دو باي وريها لي مي مش بشرطي هي خليها لي دونك فيزابل فيزابل تري بيان بي وآخر حاجة نختموا بها نسألك قولك بربي عندك شي سؤال وهوني ندخلوا بعضنا كنت تقولوا لا ما عندي حتى سؤال نجم اما ماذا بيك تكون اكثر تو ديفلوب ان اسبري كوريو معناها تحب تعرف تسال اسئله في بقعتهم كان عندك سؤال في بقعته اسال اما جوست باش تتكلم مش لازم مثلا يقول لك نخدموا نهار السبت ولا لا كيفاش الاوقات نتاعكم انتوما شنو مال الاعياد عندكم الريجيم ناخذ الاعياد مش وقته باش تسال السؤال هذا نجم نسال البوست هذا شنو فيه لي بيرسبكتيف دو كارير نتاعي نسال حاجات انتريسانت يخليه الشخص اللي يعمل في الحوار يقول تيان هذا انسان عنده سيت كيوريوزيتي انتليكتوال دونك هذا هو الملخص نتاعنا ثم تحذير نفسي تنحاول نطرقوا له مره جايه وثم زيدا نهار لونتروتيان الكوميونيكاسيون اللي هو لو فيربال نون فيربال كيفاش نتصرفوا فيه واضح جو بونس طرقنا لكل شيء دونك سي ان سوجي كبير نعاودوا نحكيو فيه بتاتر الجمعات الجايه خليونا اسئلتكم نيزيتي با دونك نحبوا عندكم اسئله سلهم الكوتش نتاعنا سونيا حمدي وميرسي بوكو على المعلومات هذوما الكل نتا باش عبيت تستفيدوا اليوم دونك نحكيو في سوجي اخر وسؤال زاد مهم دونك باش نحكيو على لي ريجيم تاع الرجال والنساء اسكو يفرقوا لايت كلوب دكتور مهدي محفوظ دونك طبيب تغذيه مرحبا بك ونورتنا وتوحشناك دكتور دونك سؤالنا اليوم هل فما دي ريجيم للرجال وفما دي ريجيم للنساء ولا اسكو نجمو نعملو لو ميم ريجيم الناس اللي كنتي سونيا حسب رايك نجمو نعملو نفس الريجيم ولا دو بريفيرونس رجال واحد انا نتصور مختلف شويه مختلف مش برشا شويه ما نعرفش هكا حسب تفكير حالي فما اختلاف كبير مش كبير برشا ولكن فما اختلاف كمان بين التغذيه نتاع الرجال وبين التغذيه نتاع النساء الحكاية مربوطة إيفيدامون بالهرمونات ومربوطة زادة بالنظرة اللي عنا للتغذية مثلا النساء عندهم نظرة بلوسين للتغذية صحية أكثر بالحق؟ أي مثلا المرأة كي تخرج تقضي جينيرالمون خضرة غلة ما تشريش برشا عجين وخبز ومقرونة كان باش تشري سي برودوي لا باش تشري حاجات باز دو سيريال معناتها النساء عندهم درايه اكثر بالتغذيه السليمه كرجال الرجال كيخرجوا يشريوا برشا حاجات باش نعطيك فكره باغ اكزومبل الرجال بلوس الماكله بالنسبه لهم هما سي كونفيفيال معناتها قاعده محلاها وحاجه تاع جو اكزاكتومون النساء بلوس النظره نتاعهم اكثر صحيه اكثر بلوس تخمم في الليني متاحة في الغيجيم في اللبسة اللي باش تلبسها اكسيتيرا دونك النظرة متاحة باش تكون مختلفة برشا بالنسبة للغيجيم هو توا في تونس مالوغزمون بغلاء المعيشة جو بونس حتى الرجال بيان سور لا كان باش ندخلوا حكاية المعيشة باش تولي دراسات أخرى باش تتحل معناتها أنا نعتمد توا سيغتو على الدراسات الأخيرة نتاع 2021 تاع لو كومبورتمون تاع الماتيغ معناتها دو كونسوماتور بارابور للماكلة كو سوسوا أوم ولا فام الراجل يستهلك أببري في الماكلة أببري 3 كيلو في النهار كان ناخده معناتها الماكلة كاملة يعني بين 3 وجبات نتاعها كونترارمون للمرأة اللي تستهلك 2 كيلو 400 أببري في النهار بين ماكولات دونك تو سكي ليغوم وخضرة وغلة وكسيتيرا المرأة كما قلنا بكري بلوس بونشي فيغ فيجيتاريان أكثر ماذا بيها أكثر تو سكي خضرة معناتها خضروات هكا تسمى فيجيتاريان الراجل بلوس شاركوتري الحومات فروماج معناتها كي ترى انت الاستهلاك نتاع الراجل سي بلوس بورتي سور سا شنو قلنا اخر المراه تخمم شنو وعلاش تاكل كوا اي كومون مانجي مثلا دو بريفيرونس كان باش تشري بطاطا تعرف البطاطا مهمه باغ اكزومبل للبدن ولكن دو بريفيرونس ما نقليهاش نطيبها مثلا في الفور ولا الراجل ليه الراجل يخمم قاعده محلاها وماكله بنينه دونك سي سا لو بروبليم المشكل اللي كيف راجل ومراه يعملوا لو ميم ريجيم اليمونتير مثلا ان ريجيم امانسيسون نمشيو في الريجيم امانسيسون الريجيم مثلا راجل ومراه يجيوك الكابيني يقول لك نحب نضعف تعطيهم لو ميم ريجيم الراجل يضعف 30% اكثر من المراه اكثر عليه سي بلو رابيد المراه خاطر عندها مخزون تاع شحم دو نيسونس عندنا سكون اون فام سكون ابل ان ريزيرفوار ليبيديك عندها ان ريزيرفوار دو غريس
كبير برشا. علاش؟ خاطر يحميها في برشا حاجات في إطار حياتها كاملة، من البيبرتي للمنستروياسيون معناتها لي ريغل للغروسيس للاليتمون للمينوبوز. Il faut se réservoir de graisse باش يحميها باش تنجم تقاوم هذوما لي زيتا دو ستريس اللي تعيشهم معناتها دوران توت سا في. الريزيرفوار دو غريس هذاك صعيب برشا باش يتحرق، خاطر c'est un trésor بالنسبه للمراه. par contre le réservoir l'air بالعربي مفضوحه مخزون مخزون. كي نقول لكم حاجه سكريت علاش تقولوا اي دكتور المخزون مخزون اكبر كلا عليك والله مخزون نتاع الشحم هذاك كيفاش تقول اني معناتها حاجه مولوده به وتستحق باش تقاوم به المراحل هذوما نتاع حياتها يعني، فهمت؟ دونك هذاك صعيب برشا باش نحرقوه، بالعكس هذاك نعتبروها ثروه. فوالا ميرسي بور لو مو، نعتبروه ثروه نقاوموا به معناتها المراحل نتاع الستريس نتاع المراه اللي تعيشهم. باغ كونتخ الراجل ما عندوش الريزيرفوار المخزون هذا نتاع الشحم، دونك يحب يطيح كيلوات يطيحوا فاسيلمون، يطيحوا اكثر من اللي يطيح المراه في الـ في الـ في اطار ريجيم نتاع نتاع حرقان شحم. شحم الشحم يتخزن عند الراجل سورتو في الكرش، عند المراه بيان سور في الباسان وفي لي كويس. هذايا سي ان بروبليم هرمونال، معناتها حاجه مربوطه بالهرمونات بتاع المراه وتطور الهرمونات في عمر المراه، مش كيما امراه معناتها في 18-20 سنه كيما في عمرها 30 سنه كيما بعد المينوبوز، هذا الكل يختلف في التطور نتاعها. اش حكينا اخر؟ اون ماتيير دو كونيسونس تاع نوتريسيون. المراه بيان سور مثقفه اكثر من الراجل، المراه في لي ريجيم كيما سونيا تبطبط برشا على الانترنت حتى تشوف مخزون ولا فوالا ريزيرفوار دو غريس، تلوج على سور انترنت كي تخرج مثلا باش تشري حاجه تقرا ليتيكيت تشوف قداش فما بورسنتاج تاع بورسنتاج تاع غريس بورسنتاج دو سكر. دونك المراه مثقفه وتحس وتعمل دي ريجيم. المشكله خاطر ديما في مخها ما يلزمنيش نسمع ما يلزمنيش نسمع، هذا هو المشكله، خاطر ديما ما تبدا تحب تبدا هو اللي يلعب ضد المراه اللي هي تلمون مغرومه وكيوريوز على النوتريسيون وتتبع اللي تلمون تعمل دي ريجيم يصير ان سيغتان مومون ان بلوكاج. خاطر تسمع مثلا في الفيسبوك فلانه حكيت على ريجيم، صاحبتها في سالون دو كوافير قالت لها على ريجيم، كوليج نتاعها في الخدمه قالت لها على ريجيم، دونك تعمل نهارين وتقص تعمل نهارين وتقص جرب فوالا. من بعد تقول لك ان ريجيم اليمونتيغ سو ني با دو جور، سي مينيموم 28 جور، معناتها سي مينيموم ان سيكل دو 4 سومان باش البدن يفهم روحه. ان 2-3 جور عمرك ما تلقى حتى ريزولتا. اي لو بروبليم زاد l'accumulation de régime le بدن عمره ما يشد ثنيه صحيحه، لو ميتابوليزم عمره ما يركع. مره تعطيه مثلا ريجيم بروتيني من بعد دخل له جوست كل 1 ميل داي ان ربا بار جور، بعد تعطيه طرف كيتو دايت، من بعد تعطي دونك تخلوه البدن كومبليتمون ايفيدامون على فان اون نو تروف با ان ريزولتا اللي المراه حاجتها بيه. باغ كونتخ الراجل جينيرالمون يبدا معدل في ماكلته، حتى كان صباح يعمل كسكروت عياري وهرق ما في نص نهار، سي 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 دو ريغولي، معناتها سي دو ريغولي حاجه معناتها يوميه ما يقلقوش، دونك اوتوماتيكمون فماك التوازن في الماكله، دونك حتى توازن في الميزان ما يزيدش. باغ كونتخ لما تقول لك انا حارمه روحي ونعمل في دي ريجيم سكسيسيف، خاطر من بعد تتغشش من بعد كي فوالا، خاطر كي تعمل ايفور ومن بعد ما تلقاش ريزولتا فوالا تمشي عند فلانه وتضرب لك صحفه ما نعرفش شنو وقو ميلفاي وجونا احلى جو. الحاجه الاخرى زاد اللي تقلق سي لاكتيفيتي فيزيك. لاكتيفيتي فيزيك جينيرالمون معناتها الرياضه، مش حتى تعاطي الرياضه راهو حتى المشي، حتى تعاطي الرياضه ريغولير عند الراجل كي يتقيد في ساله يتقيد في ساله، كي يمشي يعمل سبور ما يعملش حتى ثلاثة حصص في الاسبوع وما فما كل حصه زوز. المراه تتقيد وتبخل تشري تابي وتولي اكروشمونتو ما تعلق عليها كابوتها، ما سي با ما نحبش نكون نيجاتيف باغابوغ لل هذا اللي الشيفر هذا هو الواقع نتاعنا مالوغوزمون، شوفوا في رواحهم في القاعده تقول شي معناتها نتقيدوا في ساله سي فغي ننفح جمعه زوز ثلاثه من بعد سي بون مع ومالوغوزمون نلقى لي زارغومون علاش انا ما عادش نمشي للساله، الصغار قرايه الصغار التوصيل القضيه الدار التطيب، الوغ هذا كله نجموا نلقاو له حل. وانت سونيا كوتش وتعرف كومون معناتها ايدي لي جون باش ينظموا اوقاتهم باش نجموا نلقاو وقت لهذايا الكل معناتها، فهمت؟ دونك هذا هو الاختلاف بين المراه والراجل غيالمون، اللي الراجل جينيرالمون الي كونستون حتى كان ما يعملش حميه غذائيه باش يضعف في الميزان وما هكا ما يزيدش برشا، فوالا علاقته مع التغذيه كونستونت عادي اي فوالا هذاك هو ريتم نتاعها يوميا لما تبدا كونستونت. المراه علاقتها ياسر مربوطه باللي ريزو سوسيو
مربوطه بال كما نقولوا احنا بالكلمات تاع العباد، تتاثر برشا، تتاثر برشا بالصوره نتاعها بيان سور، خاطر سي امبورطون الاستيتيك عند المراه سي تري امبورطون، الاستيتيك نتاع الراجل سي امبورطون كي يبدا عنده ان بوت بارتيكولي كيما ان كوتش سبورتيف ولا ان سبورتيف بروفيسيونيل ولا حاجه، مي سينو الراجل ما يهموش معناتها مريول وجين ويخرج معناتها المراه سي امبورطون، ربما جاتهاش سي واحد دراما معناتها تولي سروال ما تتسكرش عليها دراما، دونك تعمل ريجيم 48 اور ومن بعد ما مشيش مع الريجيم تبدل اكسترا، دونك الحاجه اللي يلزمها تكون كونستانت هي النظره نتاعنا بالنسبه للتغذيه، معناتها نكونوا احنا نعملوا نظره بلوز موا اونتخو صحيه للتغذيه، معناتها ما نكونوش ريستريكتيف وما نكونوش اكسبونسيف في التغذيه برشا، معناتها فهمت، نكونوا متوازنين، يكون عنا وجبات واضحين في النهار، لا افراط ولا تفريط، ندلوا رواحنا من غير زادة ندخلوا في حيط كما قلت قبيله، صحيفه صغيره صحيفه عسيده الصباح كهو واحده واحده كهو كهو اللي قلت مبروك اللي قلت مبروك دكتور الدوزاج نعملوا دوزاج الباهي فوالا لو بون دوزاج كان باش تحلي العسيده نتاعك الكريمه ما تكونش حلوه برشا اكسيتيرا، معناتها راهو شوف La nutrition, ce n'est pas une science miraculeuse. Je suis dit que كل واحد بيبروح وكيبدا قاعد على الطاوله، نعرفوا شنو اللي باهي ونعرفوا شنو اللي خايب. باهي دونك سؤالنا هو هل لي ريجيم تاع الرجال والنساء يفرقوا؟ اي دونك اون بريفيليجي شنو هو للنساء والرجال؟ بالنسبه للنساء اون بريفيليجي بيان سور كوم فما كل ريزرفوار هذايا المخزون نتاع الكريس اللي موجود، يعني للناس اللي يحبوا يعملوا ريجيم كانك امراه شنو على شنو شنو تنقص وشنو تركز؟ الخضار سورتو الغلال اللحوم البيضاء دونك سكي دجاج و اسكالوب دو داند ولا حوت، حوت راهو غني برشا باليود والفيتامين دي دونك باهي برشا سورتو معناتها للنساء داكور، والسكر نحيو نحيو مش نحيو نحيو اما نقصو هو ديجا الغله تبارك الله فيها دي فركتوز، بعض انواع الخضر فيها سكر كيما باغ اكزومبل الطماطم كيما السفنيل البيتراف، معناتها لابور نتاع السكر موجود معناتها نجمو نعيشو بلاش سكر اضافي يعني فهمت، سورتو السكر الابيض معناتها لو جلوكوز، مي السكر الاخر نجمو العجين فيه سكر دونك معناتها نجمو نعيشو من غير سكر اضافي ابيض هكا. بالنسبه للرجال حشنا بالماس مسكولير دونك اللحوم الحمراء مهمه برشا بالنسبه للرجال، السكر البطيء اي السكر البطيء، تحب تقول حاجه ثانيه؟ لا حبيت نتبعو فيك مشيش لا حبيت على لو جون انترميتون هذا اليوم توا ماشي برشا وماشي لموضة على الاخر، انا ما فهمتوش حاولت باش نطبق وقلت خاطر انا نحب نجرب حاجات حاولت نفهم وما فهمتش برشا 16 ساعة البدن ما ياكلش من بعد ياكل اللي يحب عليه والا ثم كل واحد وبدنه ولا باه الصوم المتقطع هذا لو جون انترميتون هو سي ان ريجيم كيما تقول انت اونتر غيمي على موت من الناحية الطبية نحكي لك ما عنده حتى قيمة دكتور. انا 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 بيرسونيلمون ضد اي ريجيم يكون ريجيم ريستريكتيف داكور اللي وان ميل دي وجبة واحدة في اليوم والا كيتو دايت والا لو جون انترميتون هذا صوم متقطع ولا البدن جسم الانسان عنده نظام معين عنده ميتابوليزم معين يلزمه فما ثلاثة وجبات في اليوم فطور صباح فطور نص نهار والقايلة اوقات ماهيش مهمة كل واحد مرتبط بوقت حسب خدمتك حسب ارتباطاتك مع العائلية ولا المهنية وكل شيء، ثلاثة وجبات في اليوم تكون واضحة، فطور صباح يكون متوازن ويعطيك الشحنة نتاعك نتاع اللي حاجتك بها على ماتيني كوسوا صغير ولا كبير، انت في خدمتك تو بزوان دينيرجي صباح باش تتعامل مع معناتها لي كليون نتاعك، انا كيف كيف خاولة كيف كيف باش تتعامل مع لي ستوديون نتاعها، دونك اون بزوان دو سكر فهمت معناتها اون بزوان دو دينيرجي، اميدي كيف كيف حاجتنا بطاقة معينة باش نجمو نعديو لابخيميدي وفي الليل ناكلوا حاجه تكون خفيفه فوالا بون الخفيف كل عبد كيفاش يراها خفيف ما تنجم تهضمها ما غير ما تتعب المعده نتاعك خفيفه سور لو نومبر دو كالوري زاده خاطر فما اللي يقول لك كليت اربع كعبات تفاح وكعبتين ياغورت بالنسبه لي هو خفيف خفيفه بون يقول لك كليت غله وياغورت بالنسبه لي هو خفيف مي بون تحسبها من ناحيه الحريرات تولي اسي كونسيستونت دونك فوالا دونك فما فرق الفرق موجود داكور فرق موجود ولكن الحمية لازمها تكون متوازنة بارابور كوسوسوا الراجل والا المرأة، كل بدن يعرف الاحتياجات نتاعو، كل بدن يعرف شنو هو لي ديبونس نتاعو زاد حتى اون ديبونس انرجيتيك باش تطلب منك تعطي البدن شحنة معناتها نتاع طاقة باش تنجم تخرجك الطاقة نتاعك.
واضح دكتور مهدي محفوظ، ميرسي بوكو على المعلومات هذوما الكل. دونك كان عندكم اسئله تخليهم تحت لا فيديو، دونك فما فرق. بون كوراج للناس اللي تحب تضعف، وديك هو سي ان ديليم، عرفتك اللي في كوتيديان كورنيليان ديما فوالا. دونك مانيش عارفين شنو نعملوا، نبداو ما نبداوش، بغيف دونك الفايده في النية فوالا كوراج. وكان عندكم اسئله تسلو دكتور محفوظ، ميرسي بوكو. مازلنا معكم حتى كش نص نهار، فاصل صغير ونرجع لكم في المكديكا. انتم تسمعوا في لو ماك دو ويكاند سيزون 9. مع خولة الخلصي على اي اف ام، احلى راديو. عسلامتكم من جديد، انا في لو ماك دو ويكاند. تو باش نحكيو على انا باغي، باش نحكيو على فوتونا اس بي ديناميس اللي اليوم تمثل ثوره تكنولوجيه في علم التجميل. وفرحانه برشا باستقبال معايا في التليفون دونك دكتور اشرف بدوي اللي هو استاذ الامراض الجلديه في المعهد القومي لعلوم الليزر في جامعه القاهره، ورئيس الجمعيه الاوروبيه للليزر واجهزه الطاقه، والرئيس السابق للجمعيه الاوروبيه لتجميل الجلد، والرئيس المساعد للجنه الليزر في الاكاديميه الاوروبيه للامراض الجلديه. دونك سؤالي ليك دكتور بدوي، تتعدد تقنيه التجميل والعلاجات بالليزر خصوصا مع التقدم العلمي والتكنولوجي، دونك علاش تعتبر فوتونا اس بي ديناميس اليوم ثوره تكنولوجيه واكثر نجاعه في علم التجميل، وشنو هما الاضافات اللي تقدمها الاله هذه للمريض والطبيب لزوز؟ الحقيقة أن في السنوات الماضية كان بيبقى استخدام الليزر وخصوصا في أصحاب البشرة السمراء والناس اللي بيتعرضوا للشمس بكتير زي بلادنا، بيبقى ممنوع استخدام تقنيات الليزر في أشهر الصيف، ولازم أن نكون متحفظين جدا في استخدام هذه التقنيات حتى لا نسبب حروق وتصبغات في الجلد. مع وجود التقنية الحديثة من الاس بي داينامس من فوتونا، ده هذا جهاز فيه أكثر من نوع من أنواع الليزر، بحيث أن يستطيع الطبيب أن يستخدم ما هو مناسب لكل نوع بشرة، حتى لو كانت البشرة متعرضة للشمس أو متصبغة، نستطيع أن نختار ما يلائم هذه البشرة للحصول على أحسن النتائج وبأقل ما يمكن من الآثار الجانبية، سواء بنتكلم على إزالة الشعر أو تحسين التكوين بتاع الجلد من الكولاجين أو تحسين المسام وتحسين التجاعيد. فهذه تقنية نستطيع أن نغير فيها كما نحتاج حتى نقدر نستطيع أن نحصل على أفضل النتائج بأأمن الطرق بدون أي مشاكل. دونك ما نجموش نتحدثوا على فوتونا اس بي ديناميس من غير ما نذكروا علاج الفوتونا كدي المعروف بنتائجه المبهره، وهذا حسب شهاده الاطباء. دونك تقدم لنا دكتور اكثر توضيحات على العلاج هذا. من الملاحظ في خلال السنوات الماضيه هو اتجاه والاندفاع الى استخدام تقنيات يستخدم فيها الحقن مثل البوتوكس والفيلر لتحسين المظهر بتاع الجلد بصوره سريعه، ولكن المشكلة أن هذه المواد التي نستخدمها تؤدي في بعض الأحيان إلى تغيير ملامح الإنسان، وفي بعض الأحيان أخرى تكون نقطة النهاية أسوأ من نقطة البداية، لأنه في عملية الشيخوخة، في شيخوخة الجلد مستمرة في الحدوث، وبالتالي عندما يذهب تأثير هذه المواد نكون قد تقدمنا في العمر وبما يصاحب هذا التقدم في العمر من تغير في مظهر الجلد. وبالتالي فإن المبادئ الحديثة والمتطورة الآن في تحسين الجلد هي الطرق التي نعتمد فيها على تحسين الجلد من الداخل لتحسين الطبقة السطحية من الجلد والحفاظ على التكوين والوظائف الخاصة بها، وكذلك تحفيز الكولاجين الذي نبدأ في فقده من ابتداء من سن 20 سنة، حيث نفقد كل عام من 1-2% من الكولاجين بتاع أجسادنا، والأماكن المعرضة للضوء بيبقى فقد الكولاجين فيها الضعف، ولذلك نجد أن التكوين الجلد ومظهره في الأماكن المعرضة للضوء بيكون أقل شوية من الأماكن الغير معرضة للضوء. وبذلك بنحتاج أن احنا نقوم بالتقنية الهدف منها هو تحفيز وتكوين كولاجين جديد في جلدنا تعويضا لما فقدناه.
وكذلك بيبقى مطلوب ان احنا نقوم بتقنية تقوم بشد الجلد بحيث ان احنا نقلل التجاعيد ونقلل المسام ونقلل من ترهل الجلد اذا وجد. وهذا ايضا نستطيع ان احنا نقوم به بالتقنية الحديثة المقدمة من شركة فوتونا وهي الفور دي، والتي نستطيع بها ان نستهدف كل الطبقات بتاعة الجلد بحيث ان احنا نستعيد التكوين والوظائف بتاع الطبقات المختلفة من الجلد، وبالتالي نحسن من المظهر بتاع الجلد بصورة طبيعية ليس فيها أي تغيير الملامح وبدون أي أثار جانبية وبدون أي داون تايم. يعني معنى كده أن احنا بنقدر نعمل هذه الجلسات والمريض بيقدر أن هو يعني يستمر في حياته بدون أي انقطاع، ما يكونش فيه تقشير ولا جروح ولا أي حاجة تستدعي أن المريض يظل في المنزل ولا حتى لساعة واحدة. دكتور، لما جينا بمتنا تقدموا فوتونا اسبي ديناميس من علاجات لمشاكل الجلدية، نتحدثوا توا على الوقاية اللي تقدمها من التجاعيد والترهلات. مبدأ الوقاية خير من العلاج هو مبدأ بدأ انتشاره، وبدأنا نلاحظ أن نرى في العيادات فتيات وبعض الأحيان شباب صغار في العمر في أواخر العشرينات أوائل الثلاثينات الذين يريدون أن يعني يقوموا جلسات للوقاية بدون انتظار أن يظهر عليهم علامات التقدم في العمر، يريدون أن يقوا نفسهم من ظهور هذه العلامات أو على الأقل يؤخروها. وهنا بيبقى الكونسبت بتاع أو المبدأ بتاع البريجوفينيشن، كان طول السنين الماضية بنقوم بحاجة اسمها ريجوفينيشن، يعني إعادة شباب البشرة بعد حدوث علامات التقدم في العمر. النهاردة المبدأ بتاع البريجوفينيشن والوقاية هو الذي نقوم به بهدف ان احنا نعمل اجراءات الهدف منها الوقاية من علامات التقدم في العمر عن طريق تعويض الكولاجين الذي يمكن ان يفقد، والوقاية من ترهل الجلد وتحسين الطبقة السطحية من البشرة بحيث ان نحافظ على التكوين والوظائف وبالتالي المظهر بتاع البشرة اطول فترة ممكنة مع تأخير علامات التقدم في العمر. وهذا ممكن الان الحصول عليه عن طريق تقنيات مثل الفور دي والريجوفينيشن باستخدام الليزر اللي بيقدر ان هو يعمل نبضات ترفع حرارة الجلد الى 42 درجة مئوية، وهذا من شأنه ان يقوم بتحفيز تكوين كولاجين جديد ويشد البشرة بدون اي الم وبدون اي داون تايم. وزي ما قلت بنقدر نعمل هذه الجلسات والشخص يمارس حياته بصورة طبيعية بعد جلسة مباشرة بدون الاضطرار إلى البقاء في المنزل لأي وقت. شكرا لك دكتور أشرف بدوي اللي عطيتنا من وقتك وقدمت لنا جميع الإضافات اللي خص الآلة الثورية فوتونا اسبي ديناميس، اليوم تمثل الآلة الأكثر نجاعة وفاعلية في عالم التجميل. اللي نعود نذكره مستمعينا أنه فوتونا اسبي ديناميس موجودة لأول مرة في تونس بفضل ريال سكان ميديكال اللي توفر أحدث الآلات في مجال طب التجميل، ويتنجموا تابعوا الباج متاحة على انستغرام ريال سكان استيتيك. مرسي بوكو. دونك زدنا معاكم حتى كشي النص نهار، بعد شويه نستقبلوا ضيفنا اكرام عزوز، بعد شويه نحكيوا على لو ديفيلي دو مود اللي مع نظمته اس مود، نحكيوا رياضه مع زميلنا قيس بنينه، هذا الكل في الساعه الثانيه متاع لو ماك دي كان. دونك نخليكم فاصل مع الاخبار ونرجعوا لكم.